ابتزاز الكتروني على وجه الخصوص. نعم. علاش نقول لك الابتزاز الالكتروني واللي دائما للاسف ضحاياه البنات، وسامحيني والله العينا نوصوا فيهم، صدقيني ما كانش منصه اعلاميه او منصه قانونيه الا وكان خطابنا موجه للبنات، لانه نعم. حبينا ولا كرهنا احنا مجتمع ذكور ونفتخروا، ماهيش عيب انه نقول مجتمع ذكور، واش حبينا احنا نحكموا ولا في النهايه الراجل لراجل والمراه امراه، ولكن لا حياه لمن تنادي. لما احنا نخرجوا في ندوات اعلاميه باش نستدعيوا البنات سيما المراهقات وطالبات الجامعات خصوصا المراهقات المراهقات نعم. باش نوعيوهم بخطوره الابتزاز الالكتروني، يجونا ربعه خمسه بالكثير 20 بنت، ولما واحده في المواقع التواصل الاجتماعي تعيط لهم تقول لهم ارواح راح نقطعوا في فلانه يجوها 7 ملايين. نعم. لكن اليوم انا حابين نوصلوا الرساله من خلال برنامج مرايا هكا لكل المراهقات ولكل الشابات اللي يشوفوا فينا الان في هذا البرنامج، رسالتك لهم سيده؟ رسالتي لهم انه لما موش عيب انه تكون عندنا علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه اليوم العالم اصبح قريه كونيه. نعم. ولكن العيب الاكبر انه تسخر هذه المواقع لغير الغرض الذي انشئت اليه. معليش رب العالمين وخلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، ولكن مش معناتها انه نتجاوز الامر لدرجه انه نمنحو شتي الواحد اللي نعطيك انه نخليك في اليد اللي توجعني تمسيني فيها. نعم. لما واحد يقول لك اعطيني صورك، وعلاش تعطي له صور؟ لما واحد ومن بعد مشكله ماهيش غير هنا فقط، لما مثلا يبتزك ويقول لك اعطيني مبالغ ماليه والا ننشر المحادثات اللي بيناتنا او الصور. نعم. علاش تعالجي الخطا بخطا اكبر منه؟ وعلاش ما تروحيش الى مكتب سيد وكيل الجمهوريه او تصالحي ناس اكبر منك، نصارح والديه قال شوفوا واش كاين ليعرفوا يكونوا احسن مني. لطالما شفنا ناس كانوا ضحايا للابتزاز تحولوا الى متهمين. هذا هو الإشكال. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، اديو منها الإيجابي لأنه احنا بشر، ولكن فيما يتعلق بالسلبي حاولوا تبعدوا عليه قدر الإمكان. إذا تقدر الشيء أمامكم محاكم موجودة، أمامكم الشرطة موجودة، ولكن إياكم ومعالجة الخطأ بخطأ أكبر منه.